نحن قراء مقاييس العراق المعين على وزارة الكهرباء بقرار 341 الصادر من أمانة عامة الوزراء المجحف بحقنا. هذا القرار ينص على 5% من أموال الجباية، نجبي من البيوت الفلوس وتعطونا 5%. رواتبنا لا تعدى 50,000 60,000 شهريا. أصحاب شهادات، الشهادة صرفنا من عمر 22 سنة، شهادتنا انسحلت بالشوارع. اللي عنده واسطة مع النواب قدر إنه يدخل ويكون مسؤول أو يكون بهاي الوظيفة الكهرباء العقود. مناشدة إلى رئيس الوزراء، نحن الذين تم تعييننا على قرار 341 ونحن أصحاب شهادات وأصحاب عوائل، نناشد بعطف الأبوي أن يحولنا عقود أسوة بأقراننا في الوزارة، أسوة في محاضرين الذين عددهم يفوق أضعاف أعدادنا. إحنا قراء مقاييس نينوى، تعيننا على قرار 341، هاي صار لنا 3 سنوات إحنا نجبي وكل شيء ماكو. النسبة تطلع 25,000 أو 50,000، هاي إحنا صار لنا سنتين نطالب بحقوقنا. يا أخي والله تعبنا، بالله الكريم تعبنا، حر وبرد وضيم وإهانات، بالله الكريم إحنا بس در نطالب بأبسط حقنا اللي هو تحولنا من قرار 341 إلى قرار 315. بالنسبة لخصوص قراء مقاييس اللي تم تعيينهم على قرار 341، العمل جاد ومستمر من قبل الإدارة العليا بمتمثلة بالسيد مدير عام توزيع الشمال والفروع التابعة لنا، فالموضوع مستمر، الموضوع مستمر بالمتابعة مع الوزارة بخصوص تحويلهم إلى إما عقود أو ملاك دائم. كل ما نطلب منه أو مقارنة، مقارنة ندخل الوزير.